السلام عليكم، وياكم دكتور علي محمد. وبهاي المحاضرة راح ناخذ الأوديومتري. كلمة أوديو يعني سمع، ومتري يعني مقياس. هذا الجهاز احنا راح ناخذه بالتفصيل إن شاء الله بصف خامس، لما ناخذ ENT اللي هي جراحة الأنف وأذن وحنجرة. راح ناخذ شلون نفحص السمع مال المريض وشنو المقياسات. بس هو بجانب فيزيائي. شنو الجانب الفيزيائي؟ هو فكرة الفريكونسي التردد، وفكرة الشيء اللي يسموه الهيرينج ليفل. وهذا كلش مهم انه ترجعون المحاضرة الفيزياء مع الهيرينج ليفل وتتذكرون شنو نقصد به الليفل او الانتنسيتي ليفل، لما شرحنا فكرة الديسيبل وحكينا عن فكرة الديسيبل لما يكون من الصفر الى 120 وشنو فكرته، وشنو نقصد به بالصفر وشنو نقصد بال 120. حتى اعيد فكرته على السريع، الصفر هو معناته اقل حد ممكن نسمعه بالشدة، يلي هو 10^-12 واط. هذا هو نقصد به الصفر ديسيبيل. أما 120 ديسيبيل يعني معناته 1 واط. وكان القانون هو لوغاريتم نقسم الشدة الانتنسيتي على 10^-12 يلي هو حد العتبة، يلي هو أقل شيء. فلما نحن نقول صفر مو القصد أنه شدة الصوت صفر، معناته مستوى شدة صفر. يعني شنو معناته؟ هو 10^-12 واط، يعني شدته 10^-12. بس من قسم على 10^-12 ثانية ونأخذ لوغاريتم راح يطلع لنا صفر. فهذا معنى الصفر. إذا الصفر هو أقل شدة ممكن نسمعها، مو معناته ماكو شدة. يعني لاحظوا وياي، أقل شدة ممكن نسمعها هي الصفر ديسيبل، وحدتها ديسيبل. أما وحدتها كشدة قد 10^-12 واط. الواط هذا إحنا ما نتعامل وياه كأطباء، لأن هذا مبدأ فيزيائي ومعنى فيزيائي. كلمة الواط فكرة فيزيائية، إحنا ما تفيدنا كأطباء. فنتعامل ويا شنو؟ ويا الصفر. ال 120 هو شنو؟ هو صوت الطيارات، يلي هو يكون 1 واط، يعني الشدة مالته 1 واط، واللي هو رقم كلش كبير. يعني رقم كلش كبير، منقسم 1/10^-12 تصعدها فوق، ناخذ لوغاريتم يطلع لنا بالأخير 120. 120 ديسيبل اللي هو أعلى شيء. زين، هاي الفريكونسي شنو؟ احنا نعرف انه الإنسان يسمع فريكونسي بين 20 إلى 20,000 هرتز، هذا التردد مالته. ففرقه، إذا عندنا فكرة التردد وعندنا فكرة الديسيبل. التردد شنو معناته؟ معناته اشقد الموجات حادة، اشقد اكو حدودية بالموجات، هذا معنى التردد. اما الديسيبل معناته اشقد هي شديدة، اشقد اكو بيها طاقة. فبالنسبة للفريكوانسي من 20 إلى 20,000، احنا شنو نقيس بالجهاز؟ بالعادة يقيسون 125 250 500 1000 2000 4000 8000. يعني هاي الفريكوانسي اللي يقيسوها. كل فريكوانسي يبدون يزيدون الشدة من الصفر ويصعدون ويشوفون عد يا شدة أنت تقدر تسمع. فمثلا لو أنت قدرت تسمع عد الصفر، فراح يجون يحطون مثلا يم 250 يأشرون هنا. زين 500 عد إيش قد تسمع؟ مثلا هم عد الصفر. زين عد 10 تسمع هنا، يعني عد 1000 تسمع عد 10 ديسيبل، لا تسمع عد 10 من مثلا بال4000 هيج. فبالأخير راح يطلع لك هذا الشكل. هذا الشكل مثلا يمثل إذنك اليمين. إذنك اليمين تقدر تسمع عند كل تردد معين بهاي الشدة المذكورة بالرسم. أنت طالما دا تسمع ب25 ديسيبل جوا، إذا إذنك طبيعية. من 25 إلى 40 يسموه مايلد هيرينج لاس. هيرينج لاس يعني فقدان سمع، مايلد يعني متوسط. إلى 55 يسموه مودريت هيرينج لاس. إلى 70 يسموه مودريت لسيفير هيرينج لاس، يعني نص مودريت يعني معتدل، سيفير يعني شديد. هنا سيفير هيرينج لاس، وهنا profound hearing loss يعني كلش كلش شديد. هاي مصطلحات مو كلش تهمنا حاليا، احنا اللي يهمنا هو رقم 25. 25 هو اخير حد. يعني انا اذكر من فحصت بالجهاز كنت اسمع 25 كل الفريكونسي. يعني انا كانت اذني اذا تسمع بالضبط عند 25، يعني لو شويه اكثر احتاج ديسيبل اعتبر اني عندي hearing loss، عندي فقدان بالسمع. طبعا هذا بيه تاثيرات هوايه ممكن، بس هو يستخدم. يعني هذا المقياس انت لازم تكون بين الصفر وبين 25 حتى تعتبر نورمال، حتى يعتبر طبيعي. هاي هي كل فكرة الاوديومتري. خلص الموضوع كشرح، بس اركز بي على فكرتين. انت كطالب طب دا تقرأ فيزياء تحتاج تعرف شنو نقصد بالفريكونسي، شنو نقصد بالديسيبل. واتمنى كلكم ترجعون لمحاضرة الديسيبل وتراجعوها، يعني تراجعون فكرة الانتنسيتي ليفل او الهيرينج ليفل، لان هذا الموضوع كلش مهم. لازم نعرف انه اكو عاملين دا يتحكمون بالسمع مالتنا، العامل الاول التردد والعامل الثاني هو الديسيبل. ان شاء الله الثانية تفهمون فكرة هذا الجهاز. طبعا احنا راح نقيس اذن يمين وبعدين نجي نقيس اذن الاخ، فيحطوها اكس ودائرة، فيصير عندك رقم اكس ورقم دائرة. او مرات
إذا أمسح ونجي نمسح هذا كله، نقدر نرسمه مثلا بخط أزرق، نجي نأشر هنا مثلا خط أزرق، ويجيبون بالتجربة يجيبون خط مثلا ثاني أحمر مثلا يكون بهذا الشكل، فهذا مع الإذن وهذا مع الإذن الثانية. فكرة الجهاز شنو؟ إنه يدسوك سماعة ويبدون ينطق صوت، طبعا الغرفة لازم تكون معزولة كاملة، هم يبدون يزيدون، يبدون من الصفر ديسيبل مثلا، يبدون تردد 250، يبدون من الصفر ديسيبل ويشوفون ده تسمع، انت لازم تأشرون تقول لهم سمعت، يبدون يصعدون الى حد ما تسمع. هاي هي كل الفكرة مال الاوديومتري. اذا الاوديومتري هو انسترومنت، هو جهاز سبيسيفيكلي الكترونيك اوسيليتر. نرجع نقول كلمة اوسيليتر هو هذا، هاي الصعدة والنزلة هي الاوسيليتر اللي هو موجود بكل الاجهزة with earphones. earphones اللي هي السماعات مال الاذن. Used to determine نحدد الهيرينج اكيوتي، يعني اكيوتي دقة السمع، شلون الفيجوال اكيوتي حدد الإبصار، الهيرينج اكيوتي هو حدد السمع. الفيجوال اكيوتي هذا السي اللي طبيب العيون يقول لك يمين يسار فوق جوه، نفس الشيء هنا بالسمع. By exposing نعرض each ear كل اذن الى sound stimuli، الى مؤشرات صوتية. Differing frequency و differing intensity، هاي هي النقطتين. أنا برأيي هذا هو الموضوع كله، هاي الكلمة وهاي الكلمة اللي يفهمهم خلاص كمل الموضوع. The hearing range of a human being during youth خلال الشباب هو يكون بين 20 إلى 20,000، but hearing acuity declines يعني تنحدر ويا العمر، أكيد واحد من يكبر راح يقل. With reception for high frequency sound lost first، يعني يبدي يخسر مثلا 8000 تشوفها نزلت لهنا، بعدين تنزل ل4000، بعدين تنزل ل2000 وال1000 ويا العمر. يعني اول شيء يبدي يخسر منه، يبدي يخسر الهاي فريكوانسي وبعدين يخسر البقيه. هاي الفكره مالته. زين نجي للبيسك بروسيجر. شنو البيسك بروسيجر مال الاوديومتري؟ از تو انيشيال بالبدايه ديليفر ووصل تونز اوف ديفرنت فريكوانسي، موجات مال فريكوانسي مختلفه تو وان اير اوف ذا سبجكت، السبجكت اللي هو احنا، بالانتنسيتي مال 0 ديسيبل. وهنا حتى هو كاتبها ملاحظه، الزيرو ديسيبل is not complete absence of sound، يعني مو معناته زيرو معناته ماكو sound، but rather هو softest sound يعني اقل شده، يعني اقل صوت هادئ we can hear اللي نقدر نسمعه. by a person لمن عنده normal hearing at each frequency، لمن عنده صوت طبيعي او سمع طبيعي اللي هو يقدر يسمعه وين؟ يسمعه عند الزيرو. if the subject cannot hear a particular frequency، ما يقدر يسمع frequency معين بالصفر ديسيبل، الهيرينج تريشولد حد العتبة مالته ما راح يكون صفر. كنترول از ادجستد، لازم نضبطه، يعني نبدي نزيد للديسيبل ادجستد، احنا طبعا ابو الجهاز راح يبدي يزيد عن طريق ذول الدوائر اللي عنده. انتل الى ان السبجكت ريبورت ذات هي اور شي كان هير، الى ان ريبورت يعني يقول لك، يعني يسجل لك يقول لك انه اني ذا اقدر اسمع، فتبدي تزيد، يعني صفر ما سمع. شنو الزيده؟ الزيد للانتنسيتي، توديها 5، ما سمعت تنطي 10، ما سمع 15 20 25 30، تبدي تزيد. هسا انت زيدت فنفر السمع عند 30، شنو معناته؟ معناته تحتاج 30 ديسيبل اكثر من الانسان الطبيعي، معناته ايش قد عنده فقدان بالصوت؟ عنده 30، هذا القصد. فيقول لك النمبر اوف ديسيبلز، عدد الديسيبلز مال الانتنسيتي اللي نحتاجها ريكوايرد فوق الصفر، ايش قد نحتاج نزيده؟ از ريكوردد، تسجل كهيرنج لاس، يعني نعتبره هيرينج لاس. يعني نقول بالتردد مثلا، بتردد ألف هو احتاج 40 ديسيبل، إذا معناته بتردد ألف يحتاج 40 ديسيبل إضافية، معناته عنده هيرينج لاس مقداره 40، واضح؟ بس نحن بالطبيعي معتبرين إنه إذا عندنا هيرينج لاس ب25 نعتبره طبيعي، يعني أنت إذا احتجت لي حتى 25 ديسيبل أوكي نورمال ماكو إشكال. For example, if subject cannot hear a particular frequency tone until delivered at 30 decibel, إلى حد 30. فهنا بهالحالة he or she has a hearing loss مال 30 decibel. معناته عنده عدة 30 decibel for that frequency. يعني لازم نقول بفلان frequency. يعني ممكن هو يحتاج مثلاً 30 بالألف، بس بال2000 ما يحتاج. ممكن بال2000 يحتاج 60 عادي. ممكن بال500 ما يحتاج. يحتاج 10 بس. فإذا إحنا لازم شنو نكتب بها فريكوانسي ده يحتاج. ثاني أوديومتري تيستينج، هذا كلام إنشائي، يعني حيحكي إنه لبسة سماعة ونقعدة، أما ما بإضافة بس أنا حقرأ. أوبتين الأوديومتري والإيرفونز، نحصلهم ريد وبلو بنسل نفس ما قلنا على مود إذن اليمين واليسار.
نجيب احمر وازرق. begin the test, examine the audiometry, تفحص identify two tones controls, ذول الدائرتين اللي هنا نشيلكم. one to regulate the frequency والاخر regulate the intensity, نفس ما قلنا واحد يحدد الديسيبل واحد يحدد لنا الفريكوانسي. identify two output control switch, السويتشين regulate the delivery of sound to one ear or the other, يعني الريد مثلا للرايت والبلو للليفت, خلي وحدة حمراء وحدة زرقاء. وفايند الهيرنج threshold level control اللي هو calibrated to deliver the basal tone of صفر, يعني هاي فكرته انه ينطي الصفر. بعدين نحط الايرفون بالسبجكت هيد, فالريد كورد اور اير كوشن is over the right ear, نحط والزرقاء نحطها على left ear, كلام الاير كوشن اللي هي السماعة. instruct the subject يعني نعلمه, instruct نعطي order نعطي معلومة, to raise one hand when he or she hears a tone, يرفع ايد لما يسمع. ونحط له frequency بالبداية على شقد على 125, شوفون اول frequency عندنا شقد 125 هرتز, فنحط 125 هرتز. والintensity عند الصفر اللي هو هم اول شيء, فناخذ اول اثنين 125 وصفر. بعدين شو نسوي؟ نبدي نزيد. press the red output switch to deliver tone when right ear, الاذن اليمين. السبجكت does not respond, اذا ما استجاب المفروض هو يستجيب, يأشر لك بيد اليمين يقول لك سمعت. هذا طبعا اذا كان انسان السمع مالته فول الفول. فهنا راح ترفع الساوند انتنسيتي سلولي باي روتيتنج الهيرنج ليفل. انت اذا ما سمع, اذا سمع خلاص هو سمع على الصفر اكيد حيسمع على 10 وال 20 وال 100, بس اذا ما سمع على الصفر تبدي روتيت, رايز الساوند انتنسيتي, زيتها سلولي ببطء عن طريق روتيتنج. وفر منه الكنترول, هاي الدويره, انفر الدويره. نبدي نزيدها كونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه الى حد السبجكت ريبورتس الى نشر لنا by rising hand that tone is heard. repeat this procedure بالفريكونسي 250 500 1000 4000 8000 نفس ما موجود قدامكم. على كل هاي الفريكونسي راح نعيد الموضوع. هاي كملنا الاذن اليمين. record results in the grid above, الجريد هذا الجدول الفوق, for frequency versus hearing loss by marking a small red circle, راح نحط دوائر حمراء صغيرة, هاي معناتها اذن اليمين. on each grid for each frequency with decibel junction, شنو junction يعني تقاطعهم, يعني شلون تقاطع مثل x y, يعني راح نشوف ال 250 مثلا ويا ال 20 وين التقاطع مالهم بهاي النقطة, نحط دائرة بالتقاطع. طبعا احنا ما راح نرسم هاي الخطوط, نفس الشيء هنا نجي نحطهم بنقاط التقاطع, هذا هو القصد. then connect the circles with a red line to produce hearing acuity graph, بعد ما رسمت هاي الدوائر راح تجي تربطهم بخط احمر راح يصيرون بهذا الشكل. هسه احنا كملنا الفحص الاول مع الاذن. repeat step 3 و step 4 ويا بلو اير, والريزلت نحط بلو سيركلز وكونكت لاين بالجراف. راح نجي نرسم الاذن اليسار مثلا, الاذن اليسار بالبدايه هم كانت دائره هنا بعدين صعدت بعدين صارت بهذا الشكل, راح نجي نرسمها بهذا الشكل الخط. فصار عندنا حاليا الرسم الاذن اليمين واذن اليسار يبين لنا السمع مالتهم. طبعا انت اول ما تباوع يعني انت كطبيب راح تشوف انه اقش ليفل وصله هو هنا عند العشرين, يعني كلته نورمال, فراح تقول انه نورمال خلاص هذا الانسان ده يسمع طبيعي وما عنده اشكال. النورمال ايش قد؟ 0 إلى 25. نشوف هنا 25 إلى 40 نقول unable to hear soft sound, ما يقدر يسمع الأصوات الخافتة. يعني مثال عليه, can hear conversation in a quiet setting, يقدر يسمع محادثة بيئة quiet هذا, but may have difficulty in noisy environment, يعني إذا قاعد بمطعم وهو سا ما راح يقدر يسمع, noisy environment بيئة ضوضاء. هنا المودريت هذا has difficulty hearing some quieter conversation, ما يقدر يسمع الأمور المحادثات الأهدأ. هنا has difficulty hearing normal conversation, يعني أبو 56 هذا يعتبر moderately severe, هذا حتى normal يعني حكي العادي هسه أنا إذا أحكي بيه ما يقدر يسمعه. may lip read or use hearing aids, ممكن يحتاج hearing aids اللي هم السماعات, aids يعني مساعدات, مساعدات السمع اللي هم السماعات حتى يساعدوه assist بالcommunication بالتواصل. من 71 إلى 90 can understand speech, يقدر يفهم الكلام فقط إذا speaker close proximity, إلا يقترب من عنده
أبو 71 إلى 90 لازم تيجي تقترب من إذنه وتحكي حتى يقدر يسمع. أما هذا البروفاند أبو أكثر من 90 cannot understand speech، حتى الكلام ما يفهمه. هذول الشياب من يقول لك ها شلون، تقول له حجي قوم حجي ما أدري شنو، شلونك حجي، ما يسمع. إذا كان عنده سيفير تقرب حلقك من إذنه وظل تعيط يسمعك، إذا كنت close proximity قريب منه. أما هنا حتى ما يقدر يفهم الحجي. unable to hear loud stimuli مثل lawn mover أو passing cars، ما يقدر يسمع الأمور اللاود حتى مثل السيارات، صوت سيارات أو أنت تقعد تعيط، أما ما يقدر. يعني هذا منتهي حالته تقريبا، فاقد السمع كليا. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة. أنا أشوفها سهلة يعني، وفكرتها لطيفة ومفيدة، تقدر تفيدك كجراحة من الـ ENT، تقدر تفيدك كفسلجة، تقدر تفيدك كفيزياء. شكرا جزيلا على سماعكم للمحاضرة، إن شاء الله تكونوا استفدتم، ونلتقي بمحاضرات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.